And actually, bullying has been going on for as long as we can remember. However, in our next speaker, I guarantee you, will inspire both types of people, the bully and the bullied. Please welcome Mr. Saeed Hamed. I'm so what? Because they lack confidence out they search for social people. يعني بدوروا على أخطاء الناس. تمام؟ هلا الفكرة هون إنه أنا ما أحب البولينج لأنه غيري حاول وحكى وعمل وسوى وإلى آخره وما خلصوا. لما نكون إحنا واثقين عن كفاية إنه لما واحد ذكرنا بإنه ما يدعي. There are 7 billion people in the world. Why let one person or sick-minded person bring me down? This man is a fool. In the kingdom of heaven, he must have to be, 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 أنا ما أقولكم إن أنا بني آدم I was bullied لا لا أنا I was bullied بس أنا كان عندي ثقة بحالي كفاية إني عندي كان الولد إذا ما خاف مني فهو خايف من حولي لأنه كان في ناس معي أنا learned the bully people to be tough عشان إذا كنت تعرف إني tough عن ذلك روح عند الشخص اللي انت يقولك او هير قول له I'm sorry انا ما ما بدي اشعر it was just fun ليه ما تقول انت قول ما في كفاية انك انت تروح على البولي هذا وتقول له please stop ما في انسان انك تقول له وقت ما حيوقف هلا بدي اسألكم سؤال قوي مين عمر فيكم سأل حاله السؤال ليش أنا؟ The why me question أكيد كلكم
كلكم أعدت به لا عرض الغرفة تتبع حالك بالبار وعدتكم بيشهد حالك بليش أنا دولوا على حالك بحالك بذلكوا إيش؟ ليش الله سبحانه وتعالى خلقكم؟ طبعاً ما حدا يجواب لأن احنا نطلع على النص المليان المكافة نصف القادم الفاضل المكافة لازم نطلع على نصف المليان المكافة يعني هلا أنا عندي أشياء خالية على زمان كنت أفكرها أشياء سيئة هي ما أنتوا عندكم أشياء خالية ممكن أنتوا تفكروها سيئة هي مثلا أنا إعاقتي ما أنا لو حد يصير من حالتي كنت أفكرها سيئة بعدين لما شفت العالم طلع علي أنا مبسوطة إنه في بني آدم عنده إعاقة أو على كرسي متحرك إنه مبتسم وعايش حياة هذا إيش خلاني أنا أطلع أنا هون أنا لقيت حالي بالعالم إنه أنا بني آدم It's a life to stay with not worth anything because you are beautiful just the way you are. And I will tell you that you are beautiful even if you have no one to celebrate. طبعا أنا أعرف إن هذا أخدم من أنا الدرس بصر الحالي مش بزيادة كثير تمام؟ فمن المرات رجعت عن البيت تبكي من نظرات العالم الجديد إنها تعطيني نظرة شفقة نظرة استعداد فأنا شفت ماما ببكي بالنفس المعنى لازم ببكي من نظرات العالم أهل السعيد أسأل سؤال أنت إيش بتعمل لو شفت سرائر الشعر وأنا اتفرجت عليها في الشغلات اللي تشتغل هاي الآية أوكي قلت لها ماما حتحني كثير حتطلع عليها كثير لأنه إشي إكسترورديني إشي ما بشوفه كل يوم قلت أنت هيك أنت سرائر كل واحد عنده إيش كل واحد عنده إيش حتى لو أنت كيف تكون مهم أكيد مش أكيد واحد فينا كل واحد فينا عنده موقف في عندنا ناس عنده مواقف التدريب بحبوا يدركوا بحبوا يعلموا في ناس عندها العلم في ناس عندها زي ما شفنا البيت بوكسينج في ناس الرسم وفي ملاحظة حلوة بحب أحكيها كثير من الناس people who are overweight أو people who are obese. اليوم إذا نحكي عادة نبرة صوتهم بتوصل طبقة عالية جدا وأقرب مثال عندنا المغنية العالمية المشهورة أدل. وشكرا كثير لكم.